من عمق الأوراس ومن قلب الجزائر، من هنا دور رصاص الثورة أول مرة ليعم أزيزه أرجاء وربوع الوطن الغالي، وطن كان أغلى ما يملكه الجزائري. استمت ليحرر وضحى ليحيا، وقدم من القرابين ما لم يستوعبه عقل مستعمر، فقط ليطرد شياطين فرنسا بكل أدناسها من على تراب أرضه الطاهرة. غيرة هي على الأرض والعرض، نار حقد تتأجج في قلوب الجميع على مستعمر اغتصب الأرض ونهب الخيرات، واستباح الأعراض. حلم مشروع بغد ترفرف فيه راية الجزائر عاليا بكل عزة وشموخ، فلا بديل لحرية غير الانتصار، ولا خيار آخر أمام أفقة الجزائر. C'est au peuple que dès le 1er novembre, les deux ne se sont pas passés. Peuple algérien, pense à sa situation humiliante de coloniser. Avec le colonialisme. كل هذا لم يكن حكرا على آدم الجزائري، بل شاركته فيه حواء اللبؤة الثائرة، حواء الأم، حواء الزوجة، حواء البنت والجارة، حواء من نذرت حياتها فداء لهذا الوطن الغالي، عاشت جنبا إلى جنب مع الرجل، تدعم الثورة بالنفس والمال والولد، فكانت المجاهدة في ميدان المعارك، الفدائية في أوساط المعمرين، والممرضة في أهالي الجبال. كانت اليد الحنون التي تسكت جوع الثوار وتروي ظمأهم وتنقي أثوابهم. كانت المجاهدة المناضلة والشهيدة التي خضبت بدمائها وزفت من جنات النعيم. بين أكوام ألبسة الثوار التي تنتظر أن تنقى، وبين قدور الطعام الموقدة تحتها نيران لم تكن أبدا أحر من التي أوقدت في نفوسهن. ها هي الأوراسيات على غرار جميع نساء الجزائر، تعجن أرغفة الخبز بالعشرات وتحضرن طعام الأبطال، تقرن في البيوت والمراكز، تسهرن وتعملن بلا كلل أو ملل، تحرصن كل الحرص على راحة الجنود والثوار. مهمة ليست بالهينة سيما إذا اقترنت بحرارة الصيف الحارقة أو قساوة برد الشتاء الأورس. المرأة الأوراسية لم تكتفي بخدمة المراكز أو حمل السلاح والخروج إلى أعالي الجبال، بل جندت بمؤهلاتها العلمية أيضا في قلب مؤسسات العدو، فعملت كعون مخابرات في مختلف الهياكل الإدارية الفرنسية كالبريد والاتصالات، فكانت على قدر المهام الموكلة إليها، وأدت واجبها على أكمل وجه، واضعة نصب عينيها ألوان الراية الوطنية غير مكترثة لما قد يطالها من بطش المستعمر. امرأة كانت من فولاذ، كانت غير كل النساء، كيف لا وهي التي ترعرعت في أعالي جبال الأوراس، جبال شهدت على أنوثتها، صمودها وقوتها. خرجت للاحتطاب يوما وهي حامل في شهرها التاسع، لتعود وابنها بين يديها ورزمة الحطب على ظهرها، فهل سيصعب عليها حمل السلاح والصعود للجبال التي اعتادت عليها، أم سيخيفها عذاب مستعمر غاشم؟ تعذيب وتنكير حتى القتل، ثلاثية كانت من بين الاحتمالات الواردة والتي يمكن للمرأة المناضلة والمكافحة سواء في الجبال أو المدن أن تواجهها. نعم، فالمستعمر اعتقل بدون وجه حق، عذب بوحشية ودناءة، قتل بأحقر الطرق والأساليب، اغتصب وأهان وانتهك الأعراض. مستدمر تفنن في كل هذا لتدفع حواء الأوراسية على غرار باقي نساء الوطن الثمن غاليا، ثمن وطنيتها واستماتتها إلى آخر نفس. هو حديث قد يطول ويطول، لكن لن يحصي ما قدمت حواء الأوراسية لثورة الأبطال، لن يختصر تاريخ لبؤات كن أشرس مخلوق يواجه كيد وعدوان المستعمر، في حين كان أحن من على وجه الأرض على كل ذرة من تراب هذا الوطن المروية ربوع. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا، قد كنا أمس عمالقة في الحرب ذل أعادينا، وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. من أجل الأمجاد تحيينا، نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا، فجرنا الثورة من أزل، سجل يا دهر معالينا والنصر الأكبر.